والإنسان بيتعلم بقدر نيته. عشان كده مرات واحد لما تقول له مثلا احفظوا الدرس الفلاني او كذا من القرآن، بيجي واحد حافظ والتاني بغلبه، السبب شنو؟ سبب اختلاف النية. وكل ما قويت نية الإنسان، كل ما تمكن من الحفظ وبحب العلم ويوفق إليه. عشان كده ربنا قال ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قسم البدع لقسمين أو الكبائر. قال كبائر تتعلق بالنية، وكبائر تتعلق بالعمل والسلوك. أما الكبائر التي تتعلق بالنية زي ناس الرياء والعد والحسد والكبرياء وغيرها، قال وهذه أشد. أصعب الزول تكون عنده كبيرة من كبائر الذنوب في أعمال القلوب أسوأ مما يكون عنده في أعمال الجوارح. ممكن يكون رجل زاني ورجل معجب بنفسه، وعند الله الزاني خير من المعجب بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا الكبر ده هنا يا أخوانا ده الكبر في النفوس، مش اللبس وكده تكون قاشر ولابس لك لبسة سمحة كده، لا لا لا، ده ما ياهو الكبر. الكبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بطر الحق وغمط الناس. فعشان كده شوف انت في طلب العلم راس مالك نيتك، وأخوك بيتميز عليك بالنية، قاعدين في الدرس سوا وتقروا كتاب واحد كويس وتتعلموا نفس العلوم، وهو يتميز عليك أكثر منك. ليه؟ لصحة النية. والنية يا أخواننا الصادقة تحجب صاحبها من الضلال، ده صمام أمان لك من الضلال. لو صدقت في نيتك ما بتضل، بتتوفق. ولذلك بتلقى يا أخواننا كثير من الناس الذين ضلوا في مناهجهم وفي عقائدهم السبب النيات. ربنا قال فأما الذين في قلوبهم شنو؟ زيغ، لاحظ، فيتبعون ما تشابه منه. طيب لو سألناك السبب الخلاهم يتبعوا المتشابه ويضلوا شنو؟ الزيغ في قلبهم أول حاجة، الزيغ في قلبه. عشان كده أنت صمام الأمان ليك من الضلال صدق النية. حتى النجاة يا أخواننا من الفتن في الدنيا، الفتن العامة، فتن في الدنيا، فتن النساء، فتن المال، الهوى، كله برضو النية. الإمام أحمد قالوا له كيف نجوت من سيف المأمون وصوت الواثق؟ دل اثنين من خلفاء بني العباس، معتزلة كانوا، دل اللي كتلوا الأئمة وحاربوهم وكده. قالوا كيف نجوت من سيف المأمون وصوت الواثق؟ قال بالصدق. شفت تصدق مع ربك؟ الدنيا دي كلها لو هزتك ما بترميك، بس انت عارف المعلومة دي. وكن حريصا على إصلاح أمرك مع الله.
ما تشتغل بذول، بس صلح امورك مع ربنا. قال بهزك ما برميك تاني، وما بتتقدر كويس. فنحن يا اخواننا دايرين في الاول نصلح نياتنا، وده مساله فيها مشقه لكن ما صعبه. سفيان رحمه الله تعالى قال: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. الشيطان يخش لك بهنا تثبته، خش لك بهنا وتثبته كويس. اثنين، صدق الحديث، صدق بتاع الكلام. واحد كان صاحب للقمان الحكيم، كان صاحبه، وكانا يرعيا الغنم مع بعض. فعد زمن صاحبه الراعي ده وجاء راجع، فوجد لقمان الحكيم على مجلس والناس فيه بالعشرات، ولقى بدرس الناس الحكمة والعلم. قال: يا صاحبي، تمام صاحبي، ونحن كنا بنسرح سوا، ما بلغ بك ما أرى. قال: وصلك شنو انت كده؟ نحن كنا بنسرح سوا. قال: الصدق الحديث والسكوت عما لا يعنيني. لسانك ده تحرص عليه، صدق الحديث والسكوت عما لا يعنيني. أمنا خديجة رضي الله عنها الكبرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء داخل قال لا زملوني، وكان خائفا بعد ما جاء الوحي، فقامت بتهدئ فيه وكانت عاقلة، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الكلمة دي تخط تحت خط، وده أنت كطالب علم وإنسان مسلم محتاج ليها، إنه ما تتخذل في الدنيا دي أصلا، دي أنت محتاج ليها. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك قالت له لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكلة زول الواقع بترفعه، وتكسب المعدومة الما عنده بتدي، وتقري الضيف بتكرم الضيف، وتصدق الحديث. ابن حجر قال: وهذه أشرف الخصال، وتصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وغيرها من الصفات. إذن يا أخواننا، نحن قبل ما نكون دعاة بنبلغ الناس كلامنا، نحن مفترض نكون ناس حاملين صفات قيمة. وأعلى الصفات الصدق. إن الصدق يهدي إلى شنو؟ إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نحن دارين صفات فينا، تعرف الداعية القائم على الناس بقيمه أبلغ في الناس من المتحدث بيتكلم بخشمه ساي. زول بيكون عنده قيم بالجد كويس. يوسف عليه السلام لما سجنوه معاه اثنين في السجن، الاثنين دول قاموا سألوه، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا، لاحظوا، نبئنا، علمنا، ده الناس دارين العلم، نبئنا بتأويله، إنا أها نراك من شنو. الناس ما بيتعلموا منك إلا يشوفوك أنت زول كويس. إنا نراك من المحسنين، لكن أنت لو زول جايط وملخبط وليس لك قيم ولا أخلاق ولا معاملة، زول بيتعلم منك ما في، ما في زول بيتعلم منك. ولاحظ يوسف عليه السلام مع إنه أعطي شطر الحسن، لكن ما استفاده من منطقه وعلمه وإيمانه أكثر ممن استفاده من شنو؟ من شكله. القضية ما قضية أشكال،
والنظرة ما نظرت شكل، بل شكل يوسف كان سبب له انه دخل وين؟ السجن. والمرق من السجن شنو؟ فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. عشان كده انت اهتم بايمانك، بصفاتك، باخلاقك، دي المهمه. طيب عشان كده يا اخواننا نحن اول ما نحتاجه كطلاب علم نحتاج الى الصدق.